مرحبا، مع من جديد من تمارين المتتاليات. اليوم سنرى ما يسمى بليزري تلسكوبيك. لأن أولا ماذا نقصد بهذا النوع من السيري؟ نقول أن سلسلة اس ان اللي كتساوي لنا من المجموعة ديال سيجما مكعبات واحد الان ديال دبليو في كا هي سلسلة تلسكوبية إذا فقط إذا وجدت متتالية يو ان، بحيث اس ان كتساوي لنا المجموعة ديال سيجما مكعبات كيساوي واحد الان ديال يو كا زائد واحد ناقص يو كا. لأن هذه السيري تلسكوبيك يوقع فيها اختزالات. في هذه الحالة لدينا اس ان، فهي كتساوي لنا لو ديرني تيرم كيبقى لنا هي ديال يو كا زائد واحد اي يو ان زائد واحد ناقص البريمي تيرم ديال يو كا اي ناقص اي واحد. سنرى أمثلة لذلك. ألوغ السؤال الأول بين أن ما يكون ان من ان طوال، أن مجموعة ديال سيجما مكعبات كيساوي واحد ان ديال واحد على كا مضروبة بكا زائد واحد كيساوي لنا ان على ان زائد واحد. ألوغ ما يكون ان كينتمي ل ان اطوال لدينا واحد على كا مضروبة في كا زائد واحد، فهو كيساوي لنا واحد على كا ناقص واحد على كا زائد واحد. بالتالي فهاد لا سيري عندنا كا كيساوي واحد، الان ديال واحد على كا مضروبة في كا زائد واحد، فهي كتساوي لنا مجموع ديال سيجما من كا كيساوي واحد الان ديال واحد على ك ناقص واحد على ك زائد واحد. إذن لا بدينا في التعويض، إذن لو بروميي تيرم هو واحد ناقص واحد على اثنان زائد واحد على اثنان ناقص واحد، هنا غيكون عندنا واحد على ثلاثة وهكذا جوسكا يبقى عندنا في الآخر تال ناقص واحد على ان زائد واحد. إذن ستقع اختزالات فقط، يبقى عندنا واحد، إذن البرومي تيرم ديال هادي واحد على واحد أي واحد، والدرني تيرم ديال هادي واحد على ك زائد واحد أي ناقص واحد على ان زائد واحد. بالتالي فهي كتساوي لنا، نحدد المقام، ان زائد واحد ناقص واحد على ان زائد واحد كتساوي لنا ان سيغ ان زائد واحد. إذن هاد لا سيري مجموع ديال هاد لا سيري كيساوي لنا ان زائد على ان زائد واحد. تقطو دوزيام سيري. الوغ لدينا ك مضروبة في ك عاملي، فهي كتساوي لنا ك زائد واحد ناقص واحد مضروبة في ك فاكتوريال. اذا كتساوي ك زائد واحد مضروبة في ك فاكتوريال ناقص ك فاكتوريال كتساوي ك زائد واحد، هذه كتساوي ك زائد واحد فاكتوريال ناقص ك فاكتوريال. وبالتالي فالمجموع ديال سيجما من ك كيساوي واحد لان ديال ك مضروبة في ك فاكتوريال، فهو كيساوي المجموع ديال سيجما من ك كيساوي واحد لان ديال ك زائد واحد فاكتوريال ناقص ك فاكتوريال. اذا هنا غيبقى عندنا الديرني تيرم ديال هادي اي ان زائد واحد فاكتوريال، والبرومي تيرم ديال هادي فاش نعوضو بواحد اي ناقص واحد. اذا بالتالي كنكونو بينا هادي. تقلو المثال الثالث. الوغ بين ان مهما يكون ان من ان اطوال، فان المجموع ديال سيجما من كا كيساوي واحد الان ديال ال ان واحد زائد واحد على كا كيساوي لنا ال ان ديال واحد زائد ان. الوغ لدينا ال ان واحد زائد واحد على ك فهو كيساوي ln، نوحدو المقام، اذا هي ك زائد واحد على ك، اذا كيساوي لنا ln ك زائد واحد ناقص ln ك. بالتالي فالمجموع ديال سيجما من ك كيساوي واحد ln ديال ln واحد زائد واحد على ك، حيث ان ينتمي ل ان اطوال، فهو كيساوي لنا المجموع ديال سيجما من ك كيساوي واحد ln ديال ln ك زائد واحد ناقص ln ك. اذا قلنا هذا اللي كيكون عنده ك زائد واحد هو اللي كيبقى، اذا كنعوضو بn، اذا كيبقى فيه لو ديرني تيرم كتساوي لنا ln n زائد واحد، هذا كيبقى فيه البرومي تيرم ناقص ln واحد، اذا ناقص ln واحد كتعطينا صفر. اذا بالتالي فبالفعل هاد لا سيري كتساوي لنا ln واحد زائد ان. بالنسبة للمثال الأخير،
احسب المجموع ديال سيجما من كا كيساوي واحد لان ديال ارك تونجون ديال واحد على كاري كا كاري زائد كا زائد واحد، بينو انها كتساوي لنا ارك تونجون ان زائد واحد نقيس بي سور كاتر. الوغ لدينا واحد على كا كاري زائد كا زائد واحد، فهي كتساوي لنا كا زائد واحد ناقص كا على واحد زائد ك زائد واحد مضروبة في ك. إذا كتبناها على الشكل إذا هي مكتوبة على شكل أ ناقص بي على أ على عفوا على واحد زائد أ بي. إذا كنعرفو أن أرك تونجون ديال هذا التعبير فهو كيساوي لنا أرك تونجون أ ناقص أرك تونجون بي. وبالتالي هنا عندنا أ هو ك زائد واحد و بي هو ك. إذا بالتالي فالأرك تونجون ديال هذا التعبير هذا واحد على ك كاري زائد ك زائد واحد، فهو كيساوي لنا الأرك تونجون ديال ك زائد واحد ناقص أرك تونجون ديال ك. بالتالي فالمجموع ديال سيجما من كا كيساوي واحد لان ديال هذا التعبير فهو كيساوي لنا المجموع ديال سيجما من كا كيساوي واحد لان ديال هذا التعبير هذا. اذا قلنا كيبقى عندنا الترم ديال هذاك التعبير لو ديرني ترم ديال هذاك اللي كيكون فيه كا زائد واحد، اذا كيساوي لنا ارك تونجون ان زائد واحد، وهذا كيبقى فيه لو برومي ترم اي ناقص ارك تونجون واحد. إذا أرك تونجون واحد هو بي سور كاتر، بالتالي فكيساوي لنا أرك تونجون إن زائد واحد ناقص بي سور كاتر. بذلك كنكونو أجبنا عن المطلوب. شكرا على المتابعة وإلى تمرين قادم.